بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها، امين. النهارده بنعمه الله نختتم هذا الترم في المرحله الثانيه الخاص باللاهوت المقارن. هناخد فيه عدة موضوعات قصيرة، حاجات خفيفة وسهلة لكن تحتاج تركيز عشان نخلص كله النهاردة إن شاء الله، فتنتبهوا وتتيقظوا وتركزوا. في نقط عديدة اتكلمنا فيها في اللاهوت المقارن، بعضها يخص الاختلافات بيننا وبين الكنائس الخلقدونية بصفة عامة، ونقط كتيرة ركزنا فيها على الخلافات اللي بين كنيستنا الأرثوذكسية والبروتستانت. في حاجات بتخص العقيدة وحاجات بتخص الطقوس، وحتى الممارسات الروحية والحياة الروحية بصفة عامة في بعض النقط بنختلف فيها عن اخواتنا البروتستانت من ناحية المفاهيم. النهاردة هنتكلم على نقطة جديدة، هي موضوع المواهب. أبائنا ومفاهيمنا الأرثوذكسية نلاقي الآباء القديسين دايما يسعوا للتخفي، الشاطر اللي هو يخفي فضائله ويخفي تميزه حتى لو ربنا حباه ببعض المواهب، دايما يحاول يختفي. وفي قصص كتيرة، واحد زي الأنبس ربمون أبو طرحة كان ربنا اداله موهبة إخراج الشياطين وشفاء الأمراض، فلما جات ابنة الحاكم في ذلك الوقت تعبت وفشل الأطباء في علاجها، التجأوا للبابا، فالبابا استدعى الأنبس ربمون أبو طرحة وكلفه بأنه يروح يصلي من أجلها، فحاول أن يعفى من هذه المهمة. ولما ألزمه الأب البطريرك قال له خلاص يا سيدنا، يبقى أخذ صليبك أصلي لها بيه حيث القوة تنسب للبابا أو لصليبه صلواته يعني، ويختفي هو. كتير من الآباء منهجهم الروحي كان واضح في إخفاء المواهب وما يحاولوش يتظاهروا ويفتخروا بحتى المواهب اللي ربنا اداها لهم، يمجدوا الله بيها دون أن يتظاهروا بيها. إخواتنا البروتستانت دايما يركزوا على بعض آيات ويغالوا في المفاهيم بتاعتها، وممكن يتجاهلوا أو
يهونوا من آيات أخرى ممكن تظبط المعنى والمفهوم. فبالنسبة للمواهب يركزوا قوي على الآية اللي بتقول جدوا للمواهب الحسنى. في حين ان في نهاية قول معلمنا بولس الرسول اللي بدأ بيه بجده بالمواهب الحسنى يختتم يقول وأيضا أريكم طريقا أفضل، وقال إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. فيعني ركز على المحبة أكتر من المواهب. صحيح حتى المواهب قال جده ان الواحد الاجتهاد هنا ان الواحد ينقي نفسه ويسعى في طريق الفضيلة بحيث حتى لو جات الموهبة دهيت يبقى عنده القلب المتضع والفكر النقي اللي يقدر يحتملها. عشان كده كان أبائنا القديسين دايما لو ربنا ادهم موهبة بيصلوا ان ربنا يعني ايه يحفظهم من الفكر المتكبر لهذه الموهبة. بل ان بعض القديسين احيانا طلبوا ان الموهبة ترفع عنهم. لكن منهجنا الارثوذكسي ان في طريق افضل، يعني المواهب موجودة وكل حاجة لا ننكرها ولا نقلل من شأنها، ولكن زي ما قال الكتاب أريكم طريقا أفضل اللي هو الثمار الروح القدس. في مواهب وفي ثمار. ثمر الروح القدس بيبقى حاجة داخلية تبني الإنسان وممكن يخلص بيها، زي ما وردت في غلاطية 5 يقول أما ثمر الروح فهو إيه؟ مين شاطر حافظ؟ هما كم ثمرة؟ 9 صح. طب اللي فوق شاطرين برضو. طيب مين يقولهم بالترتيب؟ اللي هيقولهم بالترتيب هنديله مكافأة بقى في آخر يوم يعني. طب هنفضل اللي فوق الاول عشان يعني ايه نقربهم مننا شويه لئلا يتعالوا علينا فننزل. قول يا بنتي شطرة. محبه، فرح، سلام، طول اناء، لطف، صلاح، ايمان، وداعه، تعافف. تلاحظوا كلها مرتبطة بالسلوك اللي هو بينبع من الداخل. واحد يعني مليان بنعمة ربنا وبنعمة الروح القدس فيفيض محبة وفرح وسلام وطول أناة ولطف صلاح وداعة. لا، وفي إيمان الأول وداعة وتعفف. اسمك ايه يا بنتي؟ كنيسة ايه؟ طيب بيفكرينا في الآخر هتاخدي هدية يعني متواضعة عشان ما تتكبريش. فحتى دول كمان المعلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ ليثبت الايمان والرجاء والمحبه، ولكن اعظمهن المحبه. وهنا سؤال بقى اللي هيجاوبه هدي له هديه كبيره بقى، مش زي اللي هديها لنريمان يعني هيبقى اكبر شويه، لان دي هتتعلق مش بالحفظ بالمفهوم
وقال يثبت الإيمان والرجاء، المحبة والإيمان والرجاء، ولكن أعظمهن إيه؟ ليه المحبة أعظمهن؟ طب نجيب من تحت المرة دي، قول يا بنتي اللي في الآخر. لا أنا مش، لا اللي ورا خالص. لا لا، هما كل الحاجات مرتبطة ببعضيها طبعا. طب قول اللي ورا خالص هنا. نعم، المحبة هنلاقيها في الأب. صح. اسمك ايه؟ كنيسة ايه؟ مشيل. لا كويس، مشيل. ليه بقى؟ في حاجات يعني المواهب مثلا اللي هما بيهتموا بيها، المواهب دي هتنتهي. نفترض واحد عنده موهبة إخراج شياطين، في السماء ما فيش شفاء مرضى، مش هيبقى فيه مرض. تكلم ما فيش، كل ده هيبطل. وبعدين حتى الثمار في بعضها مش هنحتاجه. يعني مثلا الرجاء، يعني انا برجو الأبدية والملكوت، عندي رجاء فيها. طب ما في الأبدية هبقى خلاص تحققت، هرجو ايه؟ الإيمان. الإيمان ده اللي هل يقول لك بدون إيمان لا يمكن إرضائه. طب كويس خالص، ما هو تعريف الإيمان؟ هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. ففي ثقة بما يرجى، بما أترجاه، باللي عندي رجاء فيه. طب مش هيبقى فيه رجاء، هيبقى خلاص تحقق. والإيقان بأمور لا ترى، طب في الأبدية مش هيبقى أمور لا ترى، ده هيبقى عيان. فما فيش فرصة للإيمان، لأن الأمور الحياة تبقى فيها عيان، هنعاين مجده وهنعاينه ونبقى معاه. حاجة واحدة بس اللي ممكن تستمر معانا في الأبدية، المحبة، حبه، هو ده اللي هنعيش بيه في الأبدية. عشان كده يقول المحبة لا تسقط أبدا، تظل موجودة. عشان كده أما أتكلم عن المواهب قال جد المواهب الروحية لكن أريكم طريقا أفضل. يقول إيه بقى؟ إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة لكن ليس لي محبة فصرت نحاس، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. المحبة أعظم من المواهب كلها، وهي أعظم الثمار. ده في فكرنا الأرثوذكسي. حتى الآباء الرسل لما بعتهم الإرسالية الأولى رجعوا فرحانين قوي، قالوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فرحانين إن معاهم مواهب وسلطان، حتى الشياطين بتخضع لهم. كان رد ربنا عليهم ايه؟ لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا بالحري ان اسماءكم قد كتبت في ملكوت السماوات. مش هو ده اللي يفرح؟ فرحنا دايما باللي هيبقى فوق، اللي هنلاقيه فوق. ده عدو الخير ممكن يشغلنا بأي مواهب وأي حاجة نتلهى بيها، ويجيلنا كبرياء وأفكار فيها تعالي، ممكن تحرمنا من الملكوت.
عشان كده في الآخر يشوف يقولوا المحبة لا تسقط أبدا. ولما تعامل مع المرأة الخاطية قال عليها لأنها أحبت كثيرا يغفر لها كثيرا. لكن شوفوا في الآخر ممكن يحصل إيه. ممكن يجوا ناس يقولوا له يا رب باسمك تنبأنا، باسمك أخرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات، ورغم المواهب اللي عندهم دي كلها يقول لهم لا أعرفكم، يقول لهم لا أعرفكم. إذن المواهب مش هي اللي هتخلص، ده غير إن المواهب لا فضل للإنسان فيها، دي هبة من ربنا بيديها للبعض من أجل الخدمة. اللي يتلهى بيها ممكن تضيعه، زي أي تعرفوا أي حاجة كويسة ممكن تفيد في الحياة، لكن الإنسان ممكن ينشغل بيها عن الهدف اللي هي موجودة من أجله. الأمثلة كتيرة، مش عايز أدي أمثلة، بعتمد على ذكائكم. لكن في بعض حاجات ممكن لو استخدمت كويس تفيد الواحد، ممكن ينسى هي دي ليه موجودة ويتلهى بيها وتضره بدل ما تفيده. فعشان كده الآباء القديسين كانوا دايما يكونوا حريصين أولا لا يطلبوا المواهب، ما يطلبوهاش، كانوا يركزوا في الثمار. لو ربنا ادى حد موهبة تلاقيهم يزدادوا اتضاعا وينسبوا الفضل لغيرهم مش ليهم، ويطلبوا دايما من ربنا ان يحفظهم من هذه التجارب اللي ممكن تيجي عن طريق التعالي. حصل مع مين كده؟ القديس بولس الرسول شاف حاجات ونال مواهب كتير قوي، ولأن ربنا بيحبه اداله شوكة في الجسد، طلب كذا مرة ان ربنا يشيلها عنه مرضيش، ربنا ما استجابش. وده يورينا ان احيانا مش كل حاجة الانسان بيطلبها بتستجاب. ليه؟ لان احنا احيانا بنطلب حاجة مش في صالحنا، لكن ربنا عارف اللي في صالحنا. فاكرين المرة اللي فاتت حد سأل بيقول لو في ندرة تحقق نص نص أدي ولا لا؟ فاكرين السؤال ده؟ فالإنسان اللي بيثق في ربنا بيبقى عارف ان ربنا هيعمله اللي هو مناسب ليه والكويس ليه، مش اللي انا عايزه. عشان كده دايما لما بنصلي نقول له لتكن مشيئتك. احنا رؤيتنا ضيقة، يا ناس تطلب حاجات وما تستجابش وتبقى زعلانة وحزينة، وبعد فترة قد تطول من الزمن بعد سنين يكتشفوا يا رب ده انت يا رب حنين ومحب قوي، ده لو كان حصل واستجابت للطلبة دي كانت ممكن الواحد حياته ممكن تبقى راحت في ايه، كانت ضرته وما بقتش نافع عليه. فعشان كده هو نفسه قال القديس بولس الرسول، قال لألا ارتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لكي لا ارتفع. يعقوب أبو الآباء أما كان هربان من أخوه عيسو
وظهر له الله، وكان إحدى ظهورات الله في العهد القديم، وصارع معاه، وفي الآخر قال له لا أتركك إن لم تباركني. فربنا ضربه على حق فخذه، فصار يخمع كل أيام حياتي، فاداله نوع من الضعف في الجسد لئلا يرتفع، حفظه من ألا يرتفع قلبه أنه عاين هذه الرؤية العظيمة وتكون سبب في هلاكه. حتى ربنا أما قال لنا نطلب، ما قالش نطلب مواهب خالص، قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ما يصحش واحد يقف يطلب خليني يا رب أشفي المرضى، اديني يا رب ان اتكلم بألسنة، اديني يا رب ان اخرج شياطين. لا، ما يصحش الواحد يطلب دي، يقول اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. واذا واحد طلب يطلب حاجات تبنيه وتحفظه، لان مش دي بس المواهب، المواهب كتيرة، في مواهب أخرى حلوة ومفيدة، الحكمة، التدبير، وده يورينا عظمة سليمان لما وقف قدام ربنا وطلب، قال له اديني يا رب حكمة أقود بها شعبك، وكان حكيما في طلبه، حتى الطلب بتاعه كان يدل على انه ايه؟ حكيم. فخد الحكمة وخد معاها حاجات كتير قوي زيادة. فالمواهب اللي فيها يعني نوع من التظاهر او المجد الباطل دي بالذات ما يصحش الإنسان يطلبها، تترك لحسب تدابير الله وحكمته. من الحاجات اللي إخواتنا البروتستانت يهتموا بها، خصوصا بعض الطوائف الحقيقة، انتوا عارفين البروتستانت دول أنواع كتير قوي، يركزوا قوي على موهبة التكلم بألسنة، ويعتبروها ان علامة من علامات حلول الروح القدس، في حين ان حتى لما معلمنا بولس الرسول اتكلم عن المواهب، جت موهبة التكلم بالألسنة ديت في الاخر خالص. يعني شوفوا يقول ايه معلمنا بولس الرسول في الرسالة لكورنثوس الاولى، يقول فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة وآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر أعمال قوات، ولآخر نبوءة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. فيعني ما هياش الموهبة اللي ليها التقدم ومرتبطة بالترجمة، ان لازم في لسان يبقى في ترجمة، اللي بيقولوا الايه. وقال في حتة تاني فوضع الله اناسا في الكنيسة، اولا رسلا، ثانيا انبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات،
وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا تدابير وأنواع ألسنة. يعني شفتوا برضو في المواضع اللي اتكلم فيها على المواهب، الألسنة كانت فين؟ في الآخر. وحتى لما قال أريكم طريقا أفضل، اختار التكلم بألسنة أول حاجة إنها مش أفضل حاجة. قال إن المحبة أهم من التكلم بألسنة. قال إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. يعني دون بقية المواهب جيل الموهبة دهيت، وقال إن دي بدون محبة لا قيمة لها. ثانيا إن الموهبة ما بتبقاش للكل حتى من البداية، يعني ما قدرش أخدها معيار لحلول روح القدس، وهي موهبة من الأساس الكتاب ربنا ما بيدهاش للكل. أما قال أعطى البعض أن يكوزوا كذا وكذا وكذا وكذا، فمش للكل. هو نفسه بيقول لعل الجميع رسل، لعل الجميع أنبياء، لعل الجميع معلمون، لعل الجميع أصحاب قوات، لعل الجميع مواهب شفاء، لعل الجميع يتكلمون بألسنة، لعل الجميع يترجمون. إذن دي موهبة ربنا بيديها للبعض بحكمة وهدف معين، فما أقدرش أخدها وأخليها هي معيار وعلامة رئيسية كأنها لحلول الروح القدس. ربنا هو اللي بيختار يديها لمين وفي أي زمان، لأن ربنا كل شيء عنده بلياقة وحسب ترتيب وليه هدف وفي مبدأ عند الله، إن أي حاجة بيديها بتكون ليها هدف للبنيان. ده احنا كبشر عاديين بنقيم الإنسان من حكمته، يكون واحد بيتكلم لا ده فلان ده عارف هو بيقول ايه، عارف هو بيعمل ايه، يعني ما يتصرفش اي تصرف، يقول لك كل كلمة وكل تصرف بحساب له معنى وله هدف. ده بينا في البشر كده، وبقدر الإنسان ما بيكون موزون وحكيم تلاقي كلامه بحساب وبهدف وتصرفاته كذلك. فكم يكون الله في تدابيره، ما يديش حاجة كده بلا معنى، ولكن لكل شيء هدف وتوقيت. عشان كده يقول صراحة، يقول فليكن كل شيء للبنيان. أهم حاجة دي هتبني ولا لا؟ يقول هكذا أنتم أيضا إذ أنكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. ده مش كده وبس، لأن الفكرة ده هي بتاع، لأن فيها شهات كده حكاية الألسنة، الحتة دي الفكر المنحرف ده بدأ من أيام القديس بولس الرسول نفسه، فقال لهم إيه؟ قال لهم من يتنبأ أعظم ممن يتكلم بألسنة. والتنبؤ هنا في الكتاب المقدس بمعنى أن ينبئ، يعني يعلم، اللي يعلم بيبني الآخرين، بيفهمهم، بيعرفهم. ف
فيقول أعظم ممن يتكلم بألسنة، لأن من يتكلم بلسان يبني نفسه. لو واحد بيقول بلسان كده والباقي مش فاهم، طب إيه اللي هيستفيدوه يعني؟ وأما من يتنبأ فيبني الكنيسة، بيعلم، بيربي، بيدي مفاهيم، بيفسر، بيوضح، فالحاجات دي بتبقى للبنيان. وحط شرط للي يتكلم بلسان أو يعطى هذه الموهبة، لابد أن يكون مقترنة بترجمة، لما يتكلم بلسان الآخرين يفهموه، زي ما حصل أيام الرسل اتكلموا بلغات عشان هيبشروا في جميع المسكونة. لما أرسلهم قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، وكانوا التلاميذ بسطاء لا يعرفون لغات غير اللغة الأرامية في ذلك الوقت أو العبرانية، والقليل منهم كان يتكلم اليونانية، في حين بعتهم للأمم كلها لغات كتير، في اللغة المصرية اللي هي بتسمى القبطية دلوقتي، في اللغة العربية، في اللغة اللاتينية، وهكذا لغات كتيرة. فادهم الموهبة عشان يقدروا يروحوا يبشروا في البلاد دهية، ليها معنى. لكن لو غير كده، طب ايه معناته؟ ايه هدفها؟ عشان كده يقول من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة، وإلا ما يبقاش ليها لازمة. لأن اللي بيتكلم ده لإما بيتكلم بلغة مفهومة للآخرين أو حد فهمها وبيترجم، لكن بيتكلم بلغة مش مفهومة، إيه معناتها؟ طبعا الحاجات ده هي أعتقد في العصر الحديث المفاهيم دي هتنكمش شوية. ليه بقى؟ دلوقتي اللغات كلها بقت معروفة وممكن تتسجل، حتى لو واحد من الشام تسجل وبعدين يشوفها دي بأي لغة، والآخر يفاجئوا إنها لا تمثل أي لغة على موجودة على الأرض بصلة. إيه معناتها؟ ايه فايدتها غير شو بس؟ ده خد نعمة الروح القدس وبيتكلم. عشان كده قال لي يصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. خلاص خليها، انت شايف ان في ليها معاني في ذهنك فاهمها، خليك انت كلم بيها ربنا وصلي، لكن بلاش وشرة في الكنيسة، وإلا مش هتكون ليها ثمر. لأنه إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي، وأما ذهني فهو بلا ثمر. لكن هو يوصي أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا. يقول لكن في أشكر الإلهي القديس بولس الرسول، لأن هو الوحيد من الآباء الرسل اللي تناول الموضوع ده بشيء من التفصيل، وهو اللي رد، يعني هو اللي اتكلم وهو اللي ايه، هو اللي رد برضه. يقول اشكر الهي اني اتكلم بألسنة اكثر من جميعكم، لانه بشر في بلاد كتيرة قوي، ولكن في الكنيسة اريد ان اتكلم 5 كلمات بذهني لكي أعلم آخرين أيضا، أكثر من 10,000 كلمة بلسان، يعني بلسان ما حدش يفهمه يعني. فإذا كان الأمر كذلك، فإيه الهدف إن نديها كل هذا الاهتمام ونعتبرها علامة قوية لحلول الروح القدس؟ وبعدين هو نفسه قال إذن الألسنة آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين،
كانت علامة زي الناس ما اندهشوا لما شافوا الرسل بيتكلموا بلغات هم فاهمينها. فكان هنا الموهبة ليها أثرين. أول أثر إنهم قدروا يفهموا البشارة لأن كلامهم ما فاهمينه. الحاجة التانية تعجبوا إزاي دول ناس أميين ومش من بلدهم ومش من جنسياتهم وبيتكلموا زيهم، فده شيء خلاهم يكونوا أكثر استعدادا لتقبل البشارة. عشان كده بيقول إذن الألسنة آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين. ودي كانت الكنيسة محتاجاها في العصر الرسولي الأول أيام الكرازة. لكن خلاف كده إيه المعنى إن واحد يقف في وسط مجموعة ويبرطم بكلام يقول دي موهبة تكلم بألسنة، لا هو عربي ولا هو قبطي ولا هو انجليزي ولا فرنساوي ولا ألماني، ألسنة إيه ده هي؟ إيه هدفها؟ وينسبها للروح القدس للأسف، بدرجة تجيب نتيجة عكسية. والقديس بولس، لأن خلي بالك يا أولاد الشيطان بيحارب من البداية كل حاجة يحاول يفسدها. فالنقطة ده هي بدأت من البداية خالص. فعشان كده المعلمنا بولس الرسول يقول إن كان الجميع يتكلمون بألسنة فدخل عميون أو غير مؤمنين، أفلا يقولون أنكم تهزون؟ شايفين كل واحد عمال يتكلم أي كلام كده. هكذا أنتم أيضا إن لم تعطوا باللسان كلاما يفهم فإنكم تكونون تتكلمون في الهواء. فإن كنت لا أعرف قوة اللغة أكون عند المتكلم أعجميا والمتكلم أعجميا عندي. الخلاصة إن الموهبة دي موجودة لكن يعطيها الله بحكمة وبهدف، ولكن ليس مظهر أو علامة، لأن الإنسان ده يعني في نعمة الروح القدس، ولا تكون سببا في التشويش وإزدراء الآخرين بالمؤمنين. يقول إيه اللي بيقولوه دوت، إيه اللي بيعملوه، بدل ما يفهموا حاجة وتجيب ثمر يعصروا ويزاروا بينا. هتقولوا لي يعني الموهبة دي ما عادتش موجودة، يعني مش انتهت، ربنا ما بيديهاش؟ لا، ممكن يديها عند الضرورة. حصل في مرة، يعني الموهبة دي كانت موجودة في القرن الأول، ربنا اداها لاتنين من القديسين في القرن الرابع. ازاي؟ كان القديس الأنبا بشوي عايش في برية شهاد في المغارة اللي هي موجودة في دير السريان حاليا، والقديس ماري إفرام السرياني حس بيه بالروح وحب يجي يزوره، اللي هو ترك عصايته وما زالت موجودة في دير السريان، اسمها شجرة، بقت شجرة، شجرة ماري إفرام السرياني. مش هحكي لكم طبعا الحكايات دي، احنا عايزين نخلص المنهج، بس بديكم الموقف يعني، لان كان الزيارة ليها ملابسات. فالمهم جه وكان بيتوقع عليها، وبعدين دخل سابها على مسافة شوية وراح دخل للأنبا بشوي يستقبلوا بعض، حاسين ببعض وعارفين بعض. لكن القديس ماري إفرام كان بيتكلم باللغة الايه؟ السريانية. طب أنبا بشوي كان بيتكلم ايه؟
اللغة المصرية اللي هي الايه؟ ليه؟ اللغة المصرية اللي هي اللغة القبطية، اللي هي كلمة هيروغليفي دي، ده الخط، الحروف الهيروغليفي، لكن اللغة المصرية، يعني ما تبقاش اسمها اللغة الهيروغليفية، اللغة المصرية بالكتابة الهيروغليفية، لأن كانت بتتكتب بخطوط كتيرة، وكان ليها أكتر من كتابة، الهيروغليفي والديموطيقي والهيراطيقي. وبعدين الديموطيقي تطور، واللي هو بيطلق عليه دلوقتي اللغة القبطية، نسيمي أصبن ريمين كيمي. المهم يعني أما جه وقابله فماري إفرام ضيف، والأنبا بشوي في مغارته. طب عايزين يفهموا على بعض، واجب على مين يحل المشكلة؟ الأنبا بشوي، لأن ماري إفرام ضيف يعني يكرم. فأنبا بشوي راح خرج من مغارته ورفع إيده للسماء وطلب من ربنا إن يديهم نعمة إن يفهموا بعض. دخلوا قعدوا بقى يتكلموا مع بعض، قضى أسبوع مع الأنبا بشوي. اتكلموا إيه بقى؟ مصري ولا سورياني؟ الله أعلم. لكن نالوا موهبة التكلم بألسنة، وكان ليها هدف ومعنى. فإذا الموهبة موجودة، ممكن ربنا يديها، لكن بهدف، بفايدة، لكن بالطريقة الأخرى بهذه المفاهيم فطبعا مش مظبوط، لأن في ناس كتير بينقادوا ويتأثروا بالشهاد دهيت، ويعتبروا أنه أدي الناس اللي الروح القدس بيعمل فيها. فيعني إحنا عدينا المفاهيم الكتاب عن هذا الموضوع. هننقل لنقطة تانية بسرعة شوية، وهو مفهوم روحي، التوبة. التوبة في المفهوم البروتستانتي غير في المفهوم الأرثوذكسي. في المفهوم البروتستانتي بين الإنسان والله بس، لكن في المفهوم الأرثوذكسي تشمل بين الإنسان والله في الكنيسة، إن عندنا فيه سر اسمه سر التوبة والاعتراف، ودي أمر كتابي من زمان في العهد القديم. كانوا الناس يجوا ويقروا بخطاياهم، حطوا يدهم على الذبيحة ويقروا بخطاياهم. وأيام يوحنا المعمدان برضو كان يجوا يقروا بخطاياهم معتمدين بمعمودية يوحنا. فطبعا التوبة ما هيش مجرد حاجة الواحد لوحده بس، لا، لازم مرتبطة بأن الواحد يقر وينال الحل والإرشاد أيضا، اللي هو يفيده في حياته. التوبة في المفهوم الأرثوذكسي بيبقى فيها تجمع بين المشاعر الاثنين، بيبقى فيه ندم عن الخطية وانكسار وانسحاق أمام الله، اللي هو بينال الفرح، بياخد الحل من خطيته. في البروتستانت ما بيبقاش فيه النقطة دهية الحقيقة، وبالتالي احنا ممكن كمفاهيم تلاقي ناس تتكلم عن التوبة، لكن المفهوم مختلف، لأن هو كلامهم عن التوبة كأنهم بيعزلوا الإنسان عن الكنيسة. أنت في غير احتياج للكنيسة على الإطلاق، غير محتاج للاعتراف،
غير محتاج للحلم، غير محتاج للتناول، لأنه ما بيؤمنوش بالأسرار اللي هي بالاعتراف والحل، بننال الاستحقاق للتناول اللي هو يقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا، ويقول ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، وإلا مش هتتغفر لنا الخطية. لكن في المفهوم البروتستانتي لا، ده مجرد واحد يعني أنا خلاص رجعت، خلاص انتهى الموضوع، يبقى يقول انت بدم المسيح خلصك. طب دم المسيح ده، ما احنا كلنا بنخلص بدم المسيح، لكن بننال الخلاص ازاي؟ من خلال الأسرار. فالكلام يبدو حلو، لكن في التنفيذ بنخليه أو نناقض بقية كلام الكتاب. فدم المسيح الخلاص بيه، لكن احنا عشان ننال الخلاص لازم بنتوب، يبقى في توبة، في انسحاق، في اعتراف بالخطية. وده اللي قاله ربنا يسوع المسيح نفسه، قال إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. في المفهوم البروتستانتي يرجعوا كل حاجة للنعمة، الإنسان لا دور له، النعمة هي اللي توبتني. نحن أيضا لا ننكر عمل النعمة، نحن بنقول له توبني يا رب فأتوب، ولكن برضو الإنسان له دور، وإلا إيه يبقى فضل واحد على التاني؟ طب إذا كان بالنعمة، طب ربنا ده واحد نعمة، واحد نعمة وتاب وما اداش واحد وما تابش، هيحاسب اللي ما تابش ليه؟ إن لم يكن له دور، فلابد أن يكون له دور. عشان كده يقول الروح القدس يعين، يقول إن لم يجاهد الإنسان لم تقاومه بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. يقول لك من لم يجاهد قانونيا لا يخلص. في صراع، الإنسان له دور. يقول مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع أجناد الشر الروحية. وعشان كده في الآخر في سفر الرؤيا ربنا يقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. من يغلب هعمل كذا، من يغلب. إذن في حرب مع الشيطان وفي غلبة، هنغلبه بإيه؟ بالجهاد والإيمان. هذه اللي هي الغلبة التي نغلب بها العالم، إيماننا. لكن لازم يكون في نوع من الجهاد. احنا في التوبة يجي الإنسان في انسحاق ويقر بخطيته. عند البرسانت بيعتبروها اختبار للتباهي، يقول لك الأخ اتجدد، يسموها تجديد. طبعا احنا عندنا التجديد بالمعمودية، التوبة يعني استمرار للغسيل الواحد، لكن مش بنعيد المعمودية احنا، ولكن إذا اتسخنا يبقى بيسموها زي غسل الأرجل. أنتم الذين اغتسلتم لا تحتاجون إلا إلى غسر الأرجل، اللي هي التوبة، تجديد المسيرة بالتوبة والاعتراف والتناول. هناك يخلوا الواحد يقوم قول اختبارك، ويحكي للناس بطريقة ممكن تعسر وتمجد، كأنه خد امتياز ونعمة بقى متميز على اللي موجودين كمان يعني. لكن طبعا الإنسان الخاطي زي ما العشار والفريسي دخل كده ويقرأ على صدره اللهم ارحمني أنا الخاطي. عشان كده حتى صحيح الخلاص بدم المسيح،
لكن حتى خروف الفصح اللي كان يرمز للمسيح كان يؤكل مع أعشاب مرة. طبعا في حاجات كثيرة ينسبوها للتوبة وهي خاصة بالمعمودية، التجديد، الولادة الجديدة. احنا عندنا التوبة شرط لقبول اي سر، عشان الواحد يؤمن لازم يتوب، عشان الواحد يتعمد لازم يتوب، عشان يتناول لازم يتوب. عشان كده القديس بطرس يقول لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم، اللي هم اللي قابلين للإيمان لازم في توبة الأول، توب وليعتمد كل واحد إيه منكم. مش كده وبس، التوبة مرتبطة بالسلوك، مش مجرد عمل نعمة وبس، لا، عمل نعمة يعني لازم يقترن بجهاد وسلوك. عشان كده يقول بأعمال تليق بالتوبة، أعمال تليق بالإيه؟ بالتوبة. يقول إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فالسلوك شرط إن يكون لنا سلوك في النور، والسلوك ده الإنسان له دور فيه. طبعا في كل الأمور اللي فاتت دهيت، لأن البروتستانت لا يؤمنوا بالأسرار، وبالتالي دور الكنيسة ملغي، لا يقبلون وساطة الكنيسة، الإنسان منه ربنا وبس، لأن أصلا ما فيش المعمودية، مش بنفس المفاعيل بتاعتنا بالمفهوم، ما فيش اعتراف، التوبة مش مرتبطة بالاعتراف، ما فيش تناول، ما فيش مسحة مرضى، ما فيش كهنوت. يقول لك آمن فقط، وده الغريب. طب حتى الإيمان لازم مرتبط بالكنيسة، ده الكتاب يقول كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث، وكيف يكرزون إن لم يرسلوا. فلابد إرسالية، والإرسالية دي هتكون من الكنيسة. والقديس بولس الرسول يقول فمن هو بولس ومن هو أبولس، بل خادمان أمنتم بواسطتهما. يبقى ازاي ما فيش يعني دور للكنيسة؟ فرغم ان يدعوا ان بيلتزموا بالكتاب، نلاقي مفاهيمهم متعارضة تماما مع الكتاب. يقول الواحد من الله منه لله مباشرة، في حين الكتاب قال على يوحنا المعمدان ككاهن، لأنه بنقول الكاهن ابن الكاهن، يقول عليه هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. ويقول أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. طب إيه دول كلهم؟ مش لخدمة المؤمنين؟ مش دول يمثلوا الكنيسة؟ طبعا لا يؤمنوا بالمعمودية زي ما قلنا قبل كده، وبالتالي يرفضوا وساطة الكنيسة، وبالتالي بيحرموا من التعليم السليم المسلم مرة من القديسين، وكل واحد بيترك لنفسه. عشان كده تلاقوا بيتشعبوا كتير لمذاهب كتيرة، في حين ان ربنا يسوع المسيح يقول وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. يعني اذن التعليم دوت ما هنتعلمه من الرسل وخلفائهم. وبعدين القديس بولس يوصي تيموثاوس يقول لاحظ نفسك والتعليم، لانك بهذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. هم رغم أن يرفضوا وساطة الكنيسة بيدوا الحق لنفسهم أن واحد منهم يدوا الروح القدس للآخر،
يحط ايده عليه كده هيملاه من الروح القدس، وتلاقوه اتملى موهبة يفضل يتكلم بألسنة، ألسنة بأي لغة بقى، حد يبقى يسجل ويشوف بأي لغة، في حين ان ربنا كلف هذا الأمر بالآباء، يعني للآباء الرسل فقط. عشان كده بيقول لما علم الرسل أن أهل السامرة قبلوا الإيمان أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا لإعطائهم الروح القدس. طب إشمعنى بطرس ويوحنا؟ لأن مش أي حد، لازم يكون الدرجة الكهنوتية العليا الرسولية، فكان الروح القدس يعطى بواسطة الآباء الرسل. وخلفائهم اللي هم الأساقفة، لكن لألا يبقى في عائق إن عدد الآباء الأسقف مش هيكفي إنه يتعاملوا مع الناس كلهم، فالآباء الرسل فكروا وعملوا سر المسحة اللي هو الميرون، اللي هو ما زلنا لغاية دلوقتي يتقدس بالخميرة بتاعت الأطياب بتاع ربنا يسوع المسيح، وكل كذا سنة مجمع الآباء الأساقفة يصلي صلوات تقديس الميرون دوت، وبالتالي يتاح للآباء الكهنة إن هم يدوا سر المسحة للمؤمنين بالميرون، فكان يعطى بوضع اليد بواسطة الآباء الرسل وخلفائهم. وبعد كده بقى في سر المسحة عشان تسهيلا ما يبقاش في عائق ان الكل يناله، فأصبح الآباء الكهنة يدوه من خلال سر الميرون، وبقى اسمه سر المسحة. ومبدأ ان وجود الكنيسة وهي اللي مكلفة بالخدمة في رعاية المؤمنين موجود. ربنا اختار 12 تلميذ و70 رسول، وحتى بعد صعوده والآباء الرسل موجودين كانوا يصوموا، فالروح القدس قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. ورغم ان ربنا دعاهم وهو اللي قال كده، يقول فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي واطلقوهما، يعني ما قدروش يمشوا غير لبعد ما توضع عليهم ايادي الاباء الرسل، مش ايادي مش اي حد. واقام رعاه زي ما قال الاعطى البعض ان يكون رعاه، معلمنا بطرس الرسول احترزوا لانفسكم ولجميع الرعايه التي اقامكم الروح القدس فيها اساقفه لترعوا كنيسه الله التي اكتناها بدمه. ويقول من رد خاطعا عن طريق ضلاله يخلص نفسه من الموت ويسر قصرا من الخطايا، وايضا خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار. ويقول اي ان الله كان في المسيح مصالحا العالم في نفسه، يقول واعطانا خدمه المصالحه. إذا نسعى كالسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. فدي كلها حاجات تثبت وتؤكد وساطة الكنيسة اللي ربنا كلفها من خلال الآباء الرسل ومن يخلفوهم بخدمة الرعية اللي هم أولاد ربنا. يقول احترزوا لأنفسكم وجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. ورغم كل ذلك وهذه الآيات وهذه المفاهيم وهذه الأحداث المثبتة في الكتاب المقدس، ينكرون وساطة الكنيسة ودور الكنيسة في خدمة ورعاية وخلاص المؤمنين أن ينالوها من خلال الأسرار المقدسة في الكنيسة. توجد خلافات طقسية برضو كتيرة، يعني احنا دايما متعودين أما نصلي نتجه للشرق،
ما عندهمش الحاجات دي، لان هم يرفضوا التقليد وحتى الكتاب. الاتجاه في الشرق ده له اساس كتابي، عايشين في حرية مطلقة، اللي عايز يتجه في اي حاجة يتجه، في حين ان من البداية خالص في تركيز على الشرق. بدأ من النور، يشرق النور، مصدره ايه؟ الشرق. المسيح نفسه سمي شمس البر. لما ربنا خلق آدم وحواء قبل ما يخلقهم عمل لهم الفردوس او جنة عدن، كانت شرقا. المجوس لما جم قالوا رأينا نجمه في المشرق، اشمعنى؟ ليه مش في اي اتجاه اخر؟ المسيح له المجد نفسه، ولد في الشرق. العذراء شبهت بباب المشارق. في سفر اشعياء يقول في المشارق مجدوا الرب، وفي سفر حزقيال نبوءه عن مجيء المسيح في مجدي من المشرق بيقول واذا مجد اله اسرائيل جاء عن طريق الشرق. لما صعد كان من الشرق، عشان الملائكة قالوا لهم، قالوا للتلاميذ كما رأيتموها كذا ايه يأتي. عشان كده كتير من الآباء واللاهوتيين قالوا ان المجيء الثاني سيكون من الشرق ايضا. في نبوة زكريا يقول الرب تقف قدماه في ذلك اليوم على جبل صهيون الذي قدام اورشليم من الشرق. فحسكال يتكلم عن أنهار حياة في المشرق. ده كله بيخلينا في طقسنا اللي استلمناه من الآباء الرسل دايما نتجه في الشرق، لأن احنا دايما بنصلي نقول وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، أمين. بننتظر مجيئه، فبحسب تعليم الآباء هيأتي من الشرق، فمحدش عارف هيجي امتى. فدايما لما نصلي وشنا ليه، عشان لو جه يلاقينا قدامه على طول. نشوف حتى حرص الكنيسة على الاستعداد لملاقاة ربنا حتى في الموت يا أولاد. لما إنسان بينتقل ويدخل الكنيسة عشان يتصلى عليه، اوعوا تفتكروا الصندوق بيتحط أي كلام كده، لأ، ده رجله بتبقى الناحية دي وراسه هنا كده. ليه؟ عشان لو القيامة قامت في الوقت ده والسيد المسيح جه يقوم، يبقى في وشه للشرق. كتير من الآباء الرهبان لما يجوا يناموا يخلوا المرقد بتاعهم انه اما يقوم وشه للشرق على طول، ودي حالة شوق واستعداد دائم، يبقى وشه للشرق. حتى في الدفن، في دفن الآباء الرهبان برضو ما يدخلوا الطافوس، يحطوهم بنفس الطريقة كده بقدر الإمكان. يبقى في اللحظة اللي هيجي فيها ربنا له المجد في اليوم الأخير يقوم، يبقى وشه ليه. حتى حاجات بتفيد روحيا، حاجات محسوسة لكن بتفيد الإنسان روحيا وتخليه يبقى عايش حياة الاستعداد. كل الحاجات دي البروتستانت محرومين منها وحارمين نفسهم من المعاني الجميلة دهي. نقطة تاني، الصليب اللي هو معلمنا بولس الرسول يقول أما أنا فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. الصليب ملهوش أهمية عند البروتستانت،
فإن الكتاب يقول إنه قوة الله للخلاص. طبعا قوته مش في حتة الخشبة دهيت، لا، في رمزيته، قوته من المصلوب عليه. أصبح علامة تقاوم، فيها قوة. حتى ربنا يسوع المسيح له المجد تكلم عنه كتير كمعنى. الصليب صار له معنى ورمز. قال من لا يأخذ الصليب ويتبعني فلا يستحقني، وكررها كتير بمعاني كتير، ووصف دايما بالمصلوب. حتى الملائكة قالوا للمريمات إنك متطلبان يسوع المصلوب، ليس هو هنا. ومعلمنا بولس الرسول لكننا نكرز، لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا. احنا في كنيستنا الارثوذكسيه ولا سيما المصريه الصليب له قيمه كبيره قوي عندنا. تلاقي معظم المسيحيين يدقوه على ايديهم، يعلق في اعلى مكان في الكنيسه. يعني شوفوا لما تدخلوا اعلى حاجه فين؟ هنا ايه؟ في ايه؟ الصليب فوق المناره. كانوا الناس زمان لما كان بيوتهم كده خاصه صغيره يحطوه على بيوتهم. تعرفوا بيوت المسيحيين ان عليها ايه؟ ان عليها الصلبان. اول حاجة، اول درس يعلموه لاطفالهم رسم الصليب. اول درس طفل اول حاجة يعملها يرسم الصليب، ويفضل يقولوا بقى بكلام مكسر كده جميل، يعني بيبقى كوميدي لكن جميل، بيبقى دمهم خفيف يعني، وما يرشموا الصليب وإلا بالقبطي بقى كمان، بالقبطي وبالعربي وكله، غير المعاني اللي فيه. الصليب رمز للحب، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، فهو برهان حبه لينا. كان علامة الصليب، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء. عشان كده نقول ايه؟ من فوق لتحت، والجميل والروح القدس الاله الواحد امين. غير طبعا واحنا بنرشمه بنقول اسم الله. الصليب فيه قوة للشياطين. عشان كده كان الآباء يتعودوا أي مكان قبل ما يناموا يصلوا ويرشموا الصليب. كانوا الرهبان لما يرحلوا يكونوا ماشيين في الجبل وأمسى عليهم الليل ويضطروا يناموا، فكانوا يرشموا الصليب في كل الجهات. بعض الرهبان عملوا كده، كانوا يصبحوا الصبح يلاقوا الزواحف اللي هي المضرة، تعابين والعقارب وخلافه، أثرها موجودة، جت لغاية حدود الصليب وما قدرتش تدخل. بيبقى حصن. فهو علامة القوة، علامة البركة. مفيش كاهن اللي تلاقوا لابس الصليب ومسك الصليب. أي بركة تكون مصدرها الصليب في كل الأسرار. حتى
إنه بيذكرنا بالمجيء التاني، زي ما ورد في متى 24 قاعد يقول علامات مجيئه كذا وكذا 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 وكذا، وفي الآخر قال حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. علامة ابن الإنسان دي هي إيه؟ الصليب. عشان كده في طقس إفنوتي نينان، قبل إفنوتي نينان ما بتتصلى بيتقال قانون الإيمان ويختم بمرد هو إيه؟ وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين. تلاقي الكاهن بيلتفت الأول ويرشم الصليب على الناس، إشارة للمجيء التاني، هيظهر الصليب. هما بيقولوا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، يروح ملتفت ورشم الإيه؟ الصليب. دي علامة المجيء التاني. وبعد كده يقول في نوتي نينان ويدي الرشومات للجهات كلها. حاجات كتيرة في الطقوس ما عندهمش طبعا الأنوار في الكنيسة والشموع الأناديل، ما فيش، في حين ان طقس الكنيسة أصلا كان في العهد القديم كمان في الهيكل، وكان قبلها خيمة الاجتماع في المنارة الذهب، منارة تنور. الله هو نور وساكن في النور، تخدمه ملائكة النور. فالأنوار في الكنيسة لها معاني كتيرة جميلة. يقول إذا موقفنا فيها كلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، فلابد يكون فيها أنوار وفيها شموع. هو نور هو النور الحقيقي، وقال أنتم نور العالم. والقديسين نفسهم لازم يبقى قدامهم نور، لأنه هو قال كده أنتم نور العالم. حتى لما أتكلم عن مثل العذارة أتكلم عن، جاب المثل إدى المصابيح. المصابيح الموقدة المنورة تشير للاستعداد، والزيت يشير للروح القدس. فدي كلها برضو حاجات البروتستانت ما لا تعنيهم في شيء. البخور، مع ان في مذبح قائم للبخور بذاته في العهد القديم، ما يقولوا لا، ده في البعض يفسر كده، واحيانا في ناس تقرا كتب بروتستانت وتيجي تشرح كده، لا ده البخور ده كانوا بيستخدموه عشان ايه؟ اما كانوا بيذبحوا الذبايح وكده عشان ريحتها بتبقى مش كويسه، فالبخور لكن طبعا لا، ده البخور ده مذبح البخور قائم بذاته ما بين القدس وقدس الاقداس، واحنا لغايه دلوقتي تلاقوا في كل الكنائس الاثريه العلاقة بتاع الشرية على باب الهيكل. في احنا عاملين في الكنيسة اللي تحت، لسه هنعمل هنا علاقة كده يتحط فيها. ده الملاك لما ظهر لزكريا، ظهر له عند مذبح البخور. لما حصل الوباء في العهد القديم، هارون بسرعة جاب الشرية وحط فيها بخور بأمر موسى، ولما رفع البخور وقف الوباء. والبخور ذبيحة لا يقدمها إلا الكهنة، عشان كده أيام قرح ودسان وأبيرام لما حبوا يقدموا بخور اشمعنى الكهنة، انشقت الأرض وبلعتهم لأنه ذبيحة. في كلام عنه كتير في العهدين. في سفر ملاخي يقول أنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقربون لإسمي بخورا وتقدم طاهرة.
ده ربنا اهتم البخور يتعمل ازاي ومواده هي ايه. في سفر الرؤيا قيل عن 24 كاهنا ان لهم جامات من ذهب مملوءه بخورا هي صلوات القديسين. ويقول القديس يوحنا الرائي: وجاء ملاك اخر ووقف عند المذبح ومعه مجمره من ذهب واعطى بخورا كثيرا لكي يقدموا مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي امام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك امام الله. في سفر النشيد يقول: من هذه الطالعه من البريه كاعمده من دخان معطره بالمر واللبان وكل ازره التاجر. حتى المجوس لما جم للسيد المسيح من ضمن الهدايا اللي قدموها له اللبان اللي هو البخور. غير ان ليه معاني كتيره روحيه، لان ربنا الطقوس هي ازاي بتستخدم حاجات محسوسه وملموسه بمعاني روحيه عشان تشبع الحواس وتحولها للسماء، لان العين دي لازم هتشوف، الودن هتسمع، الانف هيشم. فالكنيسة أشبعت الحواس كلها بأمور لها معاني سماوية ترفع عقولنا وقلوبنا إلى السماء. فتلاقي البخور كده يحترق في جمر النار، يطلع بخور ذو رائحة زكية يتصاعد ياخد صلواتنا، فتصير صلواتنا كرائحة البخور الزكية أمام الحضرة الإلهية. عشان كده في الصلوات دايما الكاهن ماسك الشرية لتصعد صلواتنا كالبخور قدامك ذو الرائحة الزكية صاعد. أما يجي يطلب من أجل الشعب يقدم بخور كده، وهو بيطلب بيقدم بخور للشعب تجاهه: أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. أما يجي يصلي من أجل الأب الأسف يقدم له بخور: الرب يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام، أطلب من المسيح حنا ليغفر لنا خطايانا. في كلام كتير أنا بختزله يعني. فدي صلوات بتطلع مع البخور اللي البعض ياخدها إيه ده، هو عبادة؟ دي صلوات بتترفع، كان بيرفعها ويطلب من الأب الأسقف، يقول له اطلب من المسيح عنا. تفتكر لو هو بيقول اطلب من المسيح عنا لا لا، ملهاش علاقة بالاتضاع دي، ده ليها علاقة بالفهم الحقيقي للطقس. ايه معناته؟ الأب الأسقف بيصلي من أجل شعبه وبرضه في رفع البخور يترفع كرائحة البخور الزكية أمام الحضرة الإلهية. الكاهن يروح للكاهن زميله: أسألك يا أبي القس اذكرني. ولو أبا أصف يديله يدين اذكرني فصل لك يغفر لك خطاياي. فهو صلوات زي ما بيقول الذي هو صلوات القديسين، وده الفهم الحقيقي لطقوسنا. الواحد لما يفهمها يعيشها كده بفهم حلو، لكن اللي مش فاهم يشوف ابونا بيدي بخور للايقونات، ايه ده؟ هي عباده اصنام واوثان؟ احنا بنتشفع، اطلبوا من الرب عنا، يعني بنطلب شفاعتهم، تطلع برضو الشفاعه مقبوله كرائحه البخور الزكيه. عشان كده الفهم حلو يا ولاد، اما نكون فاهمين ايماننا وعقيدتنا وطقوسنا بنحيها بعمق. لو مش فاهمين مش هنستفيد بيها كويس، بل بالعكس ممكن تتفهم بطريقة تسيء وتضر. تقول ايه ده؟ آلهة؟
ويفضلوا يحرقوا في دمهم ويتضايقوا ويتشككوا في حاجات أبعد ما تكون عن الواقع، يكون فيها تشويه غير الدخان بيبقى زي الضباب. دايما الحضور الإلهي بيبقى محاط بضباب وسحاب. طبعا البرسانت اللي عندهم لا هيكل ولا مذبح لان ما فيش اسرار، فيش ذبيحه، لكن احنا بنصلي في الاسم نقول هوذا كائن معنا على هذه المائده، المائده اللي هو المذبح يعني. عمانو الى الهنا حمل الله الذي يحمل خطيه العالم كله. وكلمه المذبح موجودة مش في العهد القديم وبس، ده في العهد الجديد كمان، موجودة في العهد القديم عن العهد الجديد. أشعيا النبي يقول في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها. برسانت يقول المذبح كان موجود في العهد القديم عشان الذبائح الدموية، لكن خلاص ما عادش فيه مذبح. طب لما أشعيا قال يكون مذبح لله في وسط أرض مصر، معروف إن مذبح الذبائح الدموية لا يقام إلا في القدس في أورشليم، عشان كده كان في الأعياد الكل اليهود من كل العالم لازم يروحوا يقدموا الذبائح هناك، عشان في وسط أرض مصر يبقى هو مش مذبح الذبائح الدموية، لا ده إشارة المذبح العهد الجديد اللي تقدم عليه ذبيحة الإفخارستية. يقول يكون في وسط أرض مصر مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، فيعرف الرب فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيحة وتقدمة. طب ازاي أشعيا النبي وانت عارف جيدا ان الذبيحة لا تقدم الا في الهيكل والهيكل في اورشليم تقول في مصر كده؟ ده كان بعين النبوة يتحدث عما سوف يأتي ويحدث، وانه ستقام ذبيحة الافخارستية في وسط ارض مصر. طبعا في العهد القديم ورد كتير، في سفر الرؤيا يقول وجاء ملاك آخر وقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا، وهنا يتكلم عن البخور وعن المذبح في آن واحد. ويقول أيضا رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. تكلم عن المذبح أيضا. فطبعا لا الهيكل ولا المذبح له وجود عند البروتستانت، يبقى المكان كده مكان وخلاص. طبعا الصور والأيقونات دي مرفوضة تماما عندهم لأن أصلا ما فيش شفاعة خالص، ويعتبروها عبادة أوثان، ويتظاهروا بأنهم إنجيليين يعني يمشون حسب الكتاب المقدس، لكن في الواقع كنيستنا الأرثوذكسية كنيسة إنجيلية في المقام الأول، تحيا الإنجيل وتعيش في حياتها وطقوسها وتبني عليها عليه عقائدها. ويقولوا ده الوصية التانية بتقول ايه؟ لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. ما تصنعش ليه؟ عشان لا تسجد لهن ولا ايه؟ تعبدهن.
ربنا نفسه اللي قال كده، قال لموسى اعمل حية نحاسية عشان اللي يشوفها وكنت تلدغ الحية ينجو من سم الحية، وأمر موسى بصنع تابوت العهد، وأمره بصنع كروبين من ذهب فوقه قائلا تصنع كروبين من ذهب صنعت خراط تصنعها على طرفي الغطاء، فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك، ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهما على الغطاء، وجهاهما كل واحد إلى الآخر، وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة. طب الكروبين دول إيه؟ مش صور؟ لكن في فرق، لا تسجد لهن ولا إيه؟ تعبدهن. وبعدين مش كده وبس، سليمان لما بنى الهيكل جه في ملوك الأول 6 كلم ازاي زينه، عمل كروبين من خشب الزيتون علو الواحد 10 أذرع و5 أذرع جناح الكروب الواحد، وإدى أوصاف، وجميع حيطان البيت بيت الرب في مستديرها رسمها نقشا بنقر كروبين ونخل ونخيل وبراعم زهور من داخل وخارج، وعمل الباب مصراعين ورسم عليهما نقش كروبيم ونخيل وبراعم زهور وغشاهما بذهب. يعني حتى ربنا هو أكتر واحد اللي يفسر الوصية اللي حطتها، هو الذي أمر بذلك. معلمنا بولس الرسول يقول أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. ده حتى أحد الآباء الرسل يقال ان اقدم ايقونه للعذراء اترسمت، واول ايقونه اترسمت كان رسمها مين؟ القديس لوقا. وعارفين قصه المنديل اللي اتطبعت عليه صوره السيد المسيح. المهم، هل احنا لما بنحط الصور الايقونات هل احنا بنعبدها؟ طب لما نقف نتكلم ونبوسها وننحني قدامها عشان حتة الخشب ولا إكراما لمن تمثلهم؟ مش هو قال من يكرمكم يكرمني؟ طب بلاش كده ولا كده، خلينا احنا في حياتنا العادية. لما واحد يكون له صورة حد بيحبه، أبوه أو أمه أو حد من إخواته أو حد قريب أو صديق وانتقل، وحتى لو ما انتقلش يكون مسافر أو غايب عن عينه، تبص دايما يجيب صورته ويعلقها ويقف قدامه كده ويتوحش الشخص اللي في الصورة، وممكن يمسك الصورة ويبوسها. هل هو بيتعامل مع الورقة ولا مع ما ترمز لي أو تمثله هذه الصورة؟ هكذا يشوهون كثير من المعاني والرموز الجميلة المفيدة المشبعة للحواس. ورغم كده حديثا ممكن يوزعوا صور في مدارس الأحد. الله،
طب ليه التناقض ده؟ يقول لك ده وسيلة إيضاح. طب ما الصورة في الكنيسة وسيلة إيضاح، ده كمان مدشنة بالميرون، لازم تكون فيها المعاني كاملة، لو فيها معنى مش مظبوط ما تدشنش. وبعدين ده عمق روحي وفهم لطبيعة النفس البشرية، إن إزاي بيت ربنا يبقى جميل. يقول إذا موقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. عشان كده بقدر الإمكان الكنائس مفروض تبقى أجمل ما يمكن. كان الشعب زمان لما جه يبنوا الهيكل ما بخلوش، ادوا كل اللي عندهم، والفقراء ادوا اكتر من الاغنياء، واتبنى في اروع صوره، لدرجه لما جه هجم الرومان في سنه 70 ميلاديه وعايزين يحرقوا، اما دخلوا بهروا، مع انه ما كانش الهيكل اللي بناه سليمان، كان هيكل سروبابل، هيكل سليمان كان اعيد بناؤه ومش بنفس البهاء بتاع اللي بناه هيكل، لكن دخلوا بهروا لدرجه تيتوس القائد قعد يصيح ما تحرقوهوش، بح صوته، صوته راح، واليهود ساعتها استقتلوا وكانوا بيقتلوا بضراوة، وكانت الحرب الجيدة عليهم، الجنود ما سمعوش لصوت تيتوس من الجلبة والضوضاء وحرقوه. أول لما حرقوه كانت اليهود رموا نفسهم في النار، قالوا ما لنا والحياة. تيتوس وقف قال بالحق هذا بيت الله، وبالفعل كانوا يعني عندهم حق أن يقاتلوا من أجله، إلى النهاية من أجل البهاء اللي كان فيه والمجد اللي كان فيه. فبيت ربنا بحكمته هو اللي حدد تعمل ايه، وحدد مين اللي هيشتغل فيه، وادى حكمة للصناع المهرة، وحدد المقاسات. ده في ناس دلوقتي عايزين كل حاجة بيت ربنا ملوش الأولوية، يقول لك ايه المصاريف دي، ايه مش عارف ايه دوت، يعني ممكن تصرف على حاجات تانية اهم، ممكن يصرفوا على بيوتهم، كل واحد يبقى عايز يعيش في مكان فخم قوي ويبخلوا على بيت ربنا، في حين العكس. وده موجود في الشعب المصري كمان، حتى من القديم تلاقوا لما تحبوا تزوروا آثار تلاقوا المعابد فخمة والمقابر فخمة، لكن لغاية دلوقتي ما شفتش بيت مصري قديم ولا قصر حتى ملكي. اللي بقي هو المعابد والقبور، إن كانت نظرتهم روحية. وشعب الله زمان اتبنى الهيكل، وداود قعد يجهز 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 لسليمان بكميات غزيرة، واتبنى في أبهى صورة، بحيث بندخل نلاقي نفسنا محاطين، لأننا لينا حواس، ممكن الواحد يدخل يسرح شمال ويمين فعينه هتقع، لو مش هيعرف يسرح قوي، يا مين ده، البابا كيرلس عمود الدين، القديسين ماكسيموس دوماديوس، يا ازاي تركوا ملك الدنيا وهم شباب صغير وحلوين كده، وراحوا عاشوا في الجبال وتركوا ملك العالم. الواحد يفضل يسرح في سيرة الأيقونة اللي قدامه،
يتشبه بهم ويتشفع بهم. هل دي كلها مش حاجات تصب في البناء الروحي للإنسان وفي عمقه الروحي؟ لكن للأسف حرموا أنفسهم من كل هذه النعم والبركات. ولكن نشكر الله إن كنيستنا الأرثوذكسية غنية وكنيسة محافظة على الوديعة. ربنا يدينا أن نحافظ عليها إلى النفس الأخير، ونصلي من أجل الجميع أن يوحد الله القلوب ويؤلف القلوب، والكل يرجع للإيمان المستقيم مرة ثانية. احنا بكده يبقى خلصنا. معلش كروتكم النهاردة شوية، لكن اديتكم الأفكار الرئيسية. إن شاء الله بقى نلتقي بيكم في حفل التخرج بعد ما تخلصوا المرحلة التانية، نجاوب بعض الأسئلة. في حد بيسأل سؤال، هو طبعا مش أعداد خدام أكيد، أو يجوز من أعداد خدام بس لسه له، مش أعداد خدام. بيقول: كنت بحضر درس الله واحد مثلث الأقانيم لفصل أولى إعدادي، وهو مقرر عليهم في السنة الدراسية هذا العام، وكنت بحضر من كتاب المدرسة. قرأت جملة لم يستوعبها عقلي ولم تستقر في وجداني، وهي: تؤمن المسيحية بإله واحد مثلث الأقانيم يكمل أحدهما الآخر، ويبنى الواحد منهما على الآخر. طبعا الكلام مش مظبوط. تؤمن المسيحية بإله واحد مثلث الأقانيم، ده مظبوط. يكمل أحدهما الآخر ويبنى الواحد منهما على الآخر، كأنهم منفصلين، أجزاء تكمل بعضها. الأقانيم الثلاثة: الآب هو الله. الآب هو إيه؟ الله. لكن لما أقول الله وأقول الآب الله والله الآب، يعني بخص وبتكلم على صفة شخصية أو ذاتية فيه اللي هي الأبوة، يعني هو الأصل. الله هو الابن أيضا، كله هو العقل، أو في صفة البنوة، يعني الفرق بينهم ده الأبوة، يعني الله بصفة الأبوة والله بصفة الإيه؟ البنوة. الله الروح القدس. فهنا هو الروح القدس هو الله، ولكن بصفة الانبثاق، الرب المحيي. فالله واحد في الجوهر مثلث الأقانيم، لكن الأقانيم ليسوا أفراد ثلاثة يكمل أحدهما الآخر، ولكنها صفات شخصية ذاتية في الذات الإلهية. زي ما نقول الشمس بنورها وحرارتها، هل تحد يقدر يكمل للتاني؟ هي واحد بنورها وحرارتها، لكن ممكن نتكلم عنها كنور. بتكلم عن الشمس كلها، حرارة الشمس بتكلم عن الشمس كلها، قرص الشمس نفسه بتكلم عن الشمس كلها، ما هماش أجزاء فيها بيكملوا بعض.
فالله واحد لكن مثلث الأقانيم، ممكن نقول عليه الآب بصفة كأقنوم الآب، الآب هو الله والروح القدس هو الله والابن هو الله. ممكن نقول الله من غير الصفات دهيت، هو يشمل التلاتة مع بعض، لكن لو خصيت صفة معينة يبقى هي بس الصفة دهيت. الآب يتصف بالأبوة، الابن بالبنوة، الروح القدس بالانبثاق أو بالولادة والانبثاق، والتلاتة جوهر واحد، لكن يكمل أحدهم الآخر ويبنى الواحد منهما على الآخر. يعني في آخر وبنبني عليه كده، يعني مش مظبوط. نحن لا نعرف ما هو الله إلا بالقدر اللي هو أعلن ذاته به، فهو أعلن ذاته إن هو الآب والابن والروح القدس. القدس يوحنا قال والثلاثة هم واحد، في ثلاثة لكن ثلاثة ايه؟ واحد، يعني واحد في واحد في واحد، ما هوش واحد زائد واحد زائد واحد. في بنتنا اللي بعت السؤال المرة اللي فاتت عن الانتحار وكده، يعني بتقول تشكر ان ريحناها، لكن بتتكلم تفاصيل الامور الشخصية دي يا بنتي، ما ينفعش الكلام فيها بدقة في بصفة عامة، بيبقى كل واحد له شخصيته، يتعرف مصدر تعبه ايه بالضبط ويعطى الاجابة او الحل اللي يريحه شخصيا، لان في حاجات ما يناسبك لا يناسب غيرك. فممكن مع أب الاعتراف يبقى أفضل، لأن هنا بنتكلم على الحاجة اللي مبادئ العامة، لكن تفاصيل التفاصيل اللي هتدخل جوه يعني تبقى صعب إن نتكلم في تفاصيل شخصية بصورة يعني مظبوطة. هل مياه المعمودية بتتغير أم لا؟ بتتغير إزاي يعني؟ بنغيرها؟ طبعا بنغيرها، بس بعد ما بنخلص المعمودية لازم في صلوات بتتصلى ترجع المية لطبيعتها البسيط، بعد كده تصرف. بيتصلى صلاة قداس تقديس المعمودية، بعد ما بنخلص تتصلى المفروض تقعد حوالي 3 أيام على الأكتر، البعض بيخليها أسبوع، لكن لازم ما تزيدش قوي. وبعدين تتصلى صلاة التسريح، وبعدين يعني تتصلى قداس معمودية تاني. ليه بيلبسوا المولود شريط أحمر؟ رمز الخلاص، زي رحاب ما كان حطت الشريط القرمزي اللي هي نجت بيه هي وأهلها، فده علامة الخلاص من الموت. هل دائما نصيحة ونظرة أب الاعتراف في أي موضوع أو مشكلة تكون صحيحة أم لا؟ بقدر ما نكون صرحاء، أما نقول بصراحة ما نخبيش حاجة، بقدر ما ممكن الأب الاعتراف يتفهم كويس الموضوع، وقدر الإمكان النصيحة بتكون مناسبة. لكن أحيانا في ناس بتقول حاجة وبتخبي حاجات. في حد بيقول بعد إذن يفتك بقى، أنا لقيت في كتاب الدين للصف الأول الآية بتقول السلام لك أيتها المنعم عليها، فاستغربت. دي الترجمة اللي هي البيروتية اللي ترجمها البروتستانت، لكن الترجمة المظبوطة الممتلئة نعم. هل ينفع أدخل الكلية الإكليريكية بعد الثانوية العامة ولا بعد دراسة الكلية العادية؟ لا، بعد دراسة الكلية أفضل.
ممكن بيدخلوا بعد الثانوية، لكن بعد دراسة الكلية أفضل. هل لازم نصوم يوم الأربعاء والجمعة؟ طبعا هي دي يعني أوقات بحس إن بعد ما أخلص اعترافي إني نسيت أقول حاجة، أوقات بفتكر بعد ما يخرج أو بعد كام يوم كده أرجع أعترف تاني، فأقرب فرصة الواحد يعترف بالحاجة اللي نسي يقولها. في بعض الناس بيتكلموا عن صور الإيديسون إنها مش حقيقية، وأنا برد إنها حقيقية، بس بيدخلوا في جدال. أنا ببقى مش عايزة يكون إيه يكون ردي. يعني إيه حقيقية؟ يعني مثلا صورة أنب أبو مقار هو كان شكله كده؟ ما نعرفش، لا بتبقى رمزية حسب تخيل الفنان، لكن مكونات الأيقونة مفروض بتعبر عن شخص، لكن الملامح ممكن ما يكونش كده. مش كل القديسين عندنا أوصاف ليهم، فهي بتبقى رمزية أكتر. سر التوبة لازم اعترف، بس في حاجات بقولها في دورة البخور كاعتراف. يعني ايه في دورة البخور كاعتراف؟ يعني ابونا بيبخر كده الواحد يقول انا عملت كذا وكذا وكذا من غير ابونا ما يسمعها؟ يعني مين علمكم كده؟ مين اللي قال لكم كده؟ الواحد يقولها في سره يعني وابونا بيبخر يبقى كده اعترف بيها؟ لا، ده تحايل، ما يبقاش اعتراف. الواحد من الافضل يدين نفسه هنا بدل ما يدان فوق. وبعدين انا بخجل اعترف، ده يساعدني ان اخجل اخطا او ما اعملش خطيه. طالما الخطيه كده وحشه وبخجل منها، يبقى الخجل ده يساعدني ان ما اعملهاش. هل تكلم الرسل بلغات مختلفه؟ ده احنا بنقول تكلموا بكل اللغات في الاسم يعني. وذكر نيافتك بان الساعه واحده لامتحان اللاهوت غير كافيه. لما هتذاكروا كويس هتبقى كافيه، لان طريقه الاختيار والحاجات دي سهله. وعلى فكره تم الاستجابه لطلبكم، وهيعاد الامتحان بتاع مادة التاريخ الفكر الكريستولوجي مرة أخرى، فالكل ملزم أن يدخلها بقى. نعم؟ بالعكس، يعني هي الامتحان هيكون للصالح، يعني بحيث اللي يجيب درجة أعلى هيستفيد بيها، الدرجة الأعلى هياخدها. بس هي إيه؟ أنصحكم أنكم تذاكروا كويس قبل ما تدخلوها. محدش يفتكر أنه حل كويس وبس، لأن في ناس أحيانا تبقى حلة مش صح ويتقالها ده أنا حليت صح خالص ومطمئن لكده. ففرصة الواحد يذاكر كويس ويمتحن تاني. هل يا سيدنا ربنا عارف انا رايح فين؟ هو عارف طبعا. يعني هل ربنا عارف انا رايح جهنم او ملكوت السماوات؟ او ربنا كاتب لي ان هروح فين؟ لا، حسب اعمالك. لكن هو عارف بعلمه السابق، ولا انا باعمالي بحدد؟ ايوه دي صح، انت اللي بعملك بتحدد. ما الفرق بين ثمار الروح ومواهب الروح؟ الثمار بتبقى عادة الانسان بيبقى له دور فيها، اما بيقول دعوا الروح يملأكم ولاصنعوا ثمارا طليق بالتوبة. يعني ربنا يسأل المسلمين اصنعوا ثمارا
تليق بالتوبة. فالإنسان لما بيترك أو بيدي فرصة للروح القدس يشتغل فيه فبيثمر. بيبقى فيه فرح ومحبة وسلام وطول أناة. المواهب بتعطى من الخارج من الله، لا فضل للإنسان فيها، لخدمة الكنيسة ولخدمة الآخرين. البعض ممكن يستخدمها كويس والبعض ما بيكونش أمين فيها، زي وزنة. لكن مش هي اللي هتدخلنا الملكوت. عشان كده يقول باسمك تنبأنا، باسمك عملنا كذا، يقول لهم لا أعرفكم. لكن اللي عنده محبة مثلا وسلام وطول أناة، الثمار دي تدخل الملكوت، لأنها مرتبطة. اللي عنده محبة مش هيسرق، مش هيكذب، مش هيحقد، عنده طول أناة، عنده لطف، صلاح، وداعة. فهتبص تلاقي الثمار دي بتخليه يسلك سلوك روحاني سليم وجميل يؤهله للملكوت. لكن المواهب مش شرط تدخل الملكوت. ياما رأوا ناس ربنا اداها ذكاء، موهبة مثلا، واستخدموه في الشر. ومواهب كتير، واحد ربنا اداله صحة كويسة، ما دي موهبة برضو، اداله فن. مش الفن ده موهبة؟ ممكن واحد يستخدمه في الخير، واحد يستخدمه في الشر. لي رجاء في ربنا ونيافتك، انا اخذ من وقت 10 دقائق تسمعني رجاء محبة. ما عنديش مانع في الاخر، ممكن صاحبة الرجاء دوت تنتظرني في الآخر. سؤال، هو الوشم حرام؟ طبعا. الرسومات أقصى حاجة بنعملها الصليب صغير، لكن الكتابة على جسمنا بصورة كده، ده يعني من العهد القديم حتى يعني ممنوع. المفروض الواحد ما يغيرش الوضع اللي ربنا خلقه عليه. كل تعليم الكنيسة من محبة وعطاء كلها حلوة، بس يا أبي لما بنطلع للدنيا بنلاقي حاجات تانية خالص. نتعامل مع البشر اللي مش بتؤمن بالمحبة دي ازاي؟ بحس جوه الكنيسة دنيا وبرة دنيا تانية. هو ربنا قال لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ربنا له حكمة ان احنا نعيش في العالم ونكون ملح ونور، مفروض. ولا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. قل ان ارضت الرب طرق انسان جعل حتى اعداؤه يسلمونه. بالاضافة ان كل فضيلة لابد ان تكون مقترنة بالحكمة. مش معنى المحبة والتسامح ان الواحد يبقى ملطشة. ممكن الواحد يوقف اللي قدامه عند حد ويطالب بحقه، ما هوش خطية. ان الواحد يطلب حقوقه طالما بيقوم بواجباته. يقول له اذا كنت قد تكلمت علي تكلمت رضيا فاشهد على الرضي، وان كان حسنا فلماذا تلطمني؟ قديس بولس الرسول الى قيصر انا رافع دعواي. فما فيش تناقض، بس هي عايزه حكمه في التعامل. يعني كنت دايما اسمع الناس بتقول حرام نسيب الصور القديسين والعذراء، لازم نحرقهم. صح ام خطا؟
يمكن صاحبة أو صاحب السؤال يقصده لما الصورة تقدم أو تبقى مش صالحة للاستخدام ممكن تتحرق. أفضل كان زمان الأيقونات اللي في الكنائس لما تتلف مع الزمن كانوا يحرقوها في عمل الميرون أو في بيت لحم، يولا يعني تبقى يستخدم كوقود فيه. طيب نكتفي بهذا القدر، و في الآخر هنسلم عليكم كنيسة كنيسة وناخد صورة تذكارية مع كل كنيسة، فأرجو الالتزام بالهدوء عشان نخلص بسرعة.